الأمر خطير، فكل من نطق بالشهادتين فالواجب الكف عنه. وإني أصرخ في أذن التكفيريين الذين يكفرون المسلمين بلا علم ولا برهان، ويخرجون الناس من دائرة الإسلام بالهوى والظنة والغضب والتشفي ودرك الغيظ. اتقوا الله، فإن من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز إخراجه عن دائرة الإسلام إلا بيقين. لا تقل في الناس تكفيرا وتبليلا وتبديعا. اتقوا الله، فإن أعظم فتنة أريقت فيها الدماء فتنة التكفير. فالناس يختلفون في أسماء الله وصفاته ولا تقاتلوا، ويختلفون في القضاء والقدر ولا تقاتلوا، لكن متى ما اختلفوا في فتنة التكفير أريقت الدماء وانتشرت الجثث وألقيت على الأرض لا تجد من يدفنها من كثرتها وخوف الناس من القتل. فالواجب الكف عن تكفير المسلمين. لا تكفر مسلما إلا بعلم وبرهان. أما التكفير بالظنة والهوى والتشفي ودرك الغيظ وإطفاء نار الغضب كما هو أكثر التكفير الدائر في هذا الزمان، فاحذره، أشد من حذرك من النار والحية والعقرب. احذر التكفير. والله من أعظم آفات اللسان أنك تكفر مسلما لا يستحق التكفير. انتبه، انتبه تكفر أحد من المسلمين.